وانا بقول لك لا انت واحده كدابه وكمان واحده ولا تعري من عيالك، وده اصلا حاجه ليه تعري من عيالك؟ ليه بقى عليك ناس محترمه يعني. امك ست شقيانه وفي الاخر ترجعي تقولي امي اصلا ما بتشتغلش وبتضحك عليك، وكمان يعني طلعت امها اوحش اللي هو ايه، لا ده امي كمان زي بس. فهي دي عوض ربنا يعني، بعد اللي حصل ده حسيت بقى ان انا ربنا بيعوضني بس. وهي جت ينفع اكون انا رايح اتقدم في البيت واخد والدتي واخواتي وكده؟ انت منين؟ انا من المهندسين مش عارف ايه، اروح الاقيها ساكنه ببولاق في السوق. امي بتقول لها اسم الشارع ايه؟ طيب عشان مش عارفين احنا تايهين في اوبر. انا رايح المهندسين، مره واحده تقول لي لا يا بنتي ده خلاص رايح، يعني المفروض تقولي له انا هصارحك بحاجه، انا من بولاق. طب اقول لك على حاجه، احنا كنا ايه، كنا ساعات بنتقابل خلاص في... خلاص فضحتني. كنا بنتقابل في شارع جزيره العرب في المهندسين، على اول الشارع ده بقى كان بيبقى فيه اتوبيسات بتروح بولاق، احنا كنا بنقف جنب الاتوبيسات بالظبط، وهي كانت بتطلب اوبر عن المهندسين. وانا جنب في الاخر بقى لما انا خروجاتكم كلها عندك مشكله انك ورب اقول لك، ما انا مش ساكن في قصر، انا عادي انا ساكن في الزاويه الحمراء يعني. عادي ساكن في شقه عادي عادي يعني، ايه المشكله؟ ما تقولي ليه تكذبي؟ ليه متصنعه؟ المهم قالت لي ايه، احنا رايحين بقى المفروض انت تدخل امتى كده؟ جايبين موز ماشي ومانجا. اقول لك الموز ده بقى ومانجا مش اكيد هتتجوزه. لسه انا عايش النصيب. ما دام انت مش متاكده، مقدره معاكي ليه؟ مش قصدي كده يعني. حضرتك بتطلعوا مع بعض الفيديوهات ومخطوبين والراجل شويه وهيكوع ذهب، فاهم ده؟ انت مقدره معاكي؟ يلا قولي بقى ردي، يلا ردي جد. لو حد غيري بعد الحركه اللي عملتها بتاع بولاق والمهندسين دي بصراحه اقول ان انت متصنع، مش هقبل اكمل. بس انا بقى عشان بحبها وربنا مكمل. وبعد ده كله انت اللي مش متاكده هتكمله؟ يعني حاسه ان انت ممكن ما توافقيش عشان لا مش انا اللي موافقه. امال مين؟ لا مش قصدي كده، اللي هو من اعلمش النصيب. ما نعلمش النصيب كده. لسه ناقلين تمام، فمش جايبين كل حاجه معانا في الشقه دي. فالمهم ايه، هم بيصلوا، فايه احنا المصليه ساعتها كانتش موجوده. فبعد ما مشي امه تقول له ايه في البيت، تقول له ده ما عندهمش مصليه. عندها حق، انا اختي عايزه تصلي. طب ما انا هتطلع. قالت لها بعد اذنك عايزه مصليه، فلقيتها بتديها فوطه عشان تصلي. ايه ده يعني؟ طب ما طبيعه تتكلم اكيد. لازم تكلمك كلمتش واحنا قاعدين، ليه راحت تتكلم هناك؟ تبقى قليله الذوق. امي لو قالت لكم انتوا ما عندكوش مصليه ليه؟ ما عادي بتفضفض. أيوة معاها طبيعه تفضفض. لا عندها حق الصراحه، انتوا يعني اول حاجه تتاخد المصليه اصلا. هو احنا نسيناها هناك. كنتوا بتصلوا فين؟ كنتوا بتصلوا على ايه؟ ما هو احنا ما كناش بنصلي. طيب خلاص يبقى حقها تتكلم. ما بتصلي، بس ما بتصلي وهي قاعده، ما بتصلي فاهم؟ ايه بس دي ما تعرفش حاجه عن الدنيا. لا وربنا كنت بصلي في الاول بس. اختبرك. طيب اختبرك. اختبرني. القران كم جزء؟ القران كم؟ استنى، لا انا عارفه على فكره اقسم. طيب اهو كم جزء عامه؟ 12. لا مش عارفه بصراحه يعني، سالني حاجات تانية. بص ده بيعمل سيرش والمره مفيش الكلام ده. انا بشوف انت سرشت انت كمان. عدد القران 30 جزء. 12. ما انت سرشت، ده ايه المصيبه السوداء؟ انتوا الاثنين مش عارفين كام جزء بامانه كده. هتخشوا هتفتحوا بيت وهتخلفوا اكيد عيال، هتربوهم ازاي؟ بس انا اي حاجه هتحصل في تربيه الاولاد هكلم ابويا اكيد. لا والله بجد لا، يعني مثلا انا واحده من الناس اكيد مش يعني اولادي اكيد هيخلوهم. هتربي ولادك ازاي وانت مش عارفه القران كام جزء؟ مثلا ما انا اكيد بقى يعني اللي هو هعرف بقى طبعا. تعلمي يعني ايوه اللي هو لا اكيد عارفه حاجات بس هعرف اكتر يعني. ذاكري ربنا يستر على الجيل اللي جاي. الجيل اصلا دلوقتي بايظ، ما بالك بقى الجيل اللي بعده. والله يعني تخيل بقى لما اتنين بتوع تيك توك يتجوزوا. ازاي التيك توكر بيتجوز؟ يعني
اتعرفتوا على بعض ازاي؟ هو كان فاتح لايف تيك توك، فانا بقلب عادي يعني، انت ما بتقلب كده بتلاقي اي لايف، مش ما تعملش كده عادي. واحد انا حبيت تمثيله وكده، هو ممثل شاطر، فانا رحت انا دخلت بعت له ورده عايز زي اي حد. فبعد كده بعت له ورده، فلقيته بقى نطق اسمي في اللايف ومش عارف. ما صدقتش بقى. مش مصدقتش انا، وربنا ما كنت اعرف ان دي، انا قلت واحده رميت ورده، فاكيد اللي بيدخل بس له رايته بيقول لي انا عملت لك فولو، فقلت ايه ده انا ما اعرفوش اصلا عشان يعمل لي فولو. لا ده بصراحه كده دلع. قلت لها بقى ايه انا عملت لك فولو بقى، راحت عملت لي ايه بيه، لقيته قفل اللايف في ثانيه. المهم ايه، دخلت لها قلت لها مش فاكر قلت لها ايه في ال، استنى اول حاجه قال لي عامله ايه وفين اراضيك يا بنتي، دي دخلت شقط معروفه فانا ما كنتش فاهمه ان دي شقط ولا الكلام ده. قلت له الحمد لله ايه اراضي، يعني اراضي ايه مش فاهمه، وقعدت اضحك. فبقول له قال لي ربنا معاك يا قلبي، فقلت له يا رب. تعرفها يا ابني ايه قلبي دي؟ ما عادي قلت ايه قلبي دي؟ ملزق صح؟ ملزق قوي قوي. فبيقول لي ليه كده؟ قلت له في كذا حاجه انا مش عارف ايه. المهم بعت لي رقمه على طول. ابعتي لي واتس. اوكي ماشي. قلت له شوفي كده شعور، انا حبيتك تنزلي نعمل واحده كده يلا. حابه لما اعمل كده اكون مرتبطه فعلا. قلت لها ايه مرتبطه ايه انت كبرتي، ما احنا عادي نصور بس. بس انا عملت حته صايعه بقى. كنا بنتكلم في التليفون قعدنا ساعة، لو معجبة بيا لو مش معجبة هتقفل بعد نص دقيقة. بعد كده قلت لها انا بحبك، رحت قافل. فانا عملت له علامة استفهام بقى، ازاي مرة واحدة كده يعني؟ نزلنا وبتاع طبعا انا بقى قايل فاهم، انا امبارح قايل بحبك وبتاع، خلاص بقى انا امبارح قايل بحبك وبتاع، فانا النهارده هاجي بقى ايه لابس بقى اشيك طقم فاهم، وظابط شعري وبتاع. ورحت بقى تاني يوم وقابلتها، كانت هي جايه بالعبايه يا دوبك رحنا اخر الشارع، عملت انا حركه كده عشان بس امها لو شافت ما بس وقعت في الدباديب على طول. وربنا ايه الحركه كنت ماسك ايديها، قلت لهم كلهم بصوا زي الهبر، رحت انا رحت بايس ايديها ورحت واخد سحبه. امي بقى بتقول لي، امي بتقول لي انا ما عنديش مشكله خالص مع والدتها، واختي حبتها، اختي الكبيره. المشكله بقى كلها في عبير، امي بقى شافتها انا ايه ده. طب انت فاهم القصه؟ طب اقول لك ايه بقى، عايز افهم حاجه بس. انا اكلم لك امي بقى. الو الو ايه، انا احمد. ايوه انا سمعت صوتك. انت فين؟ في البيت فوق. طيب وانت ايه رايك في الموقف اللي هو بتاع المهندسين ده، ورحنا لقينا بولاق والكلام ده؟ ايه ده انت لسه فاكر دلوقتي؟ يعني ايه رايك؟ انا باخد رايك دلوقتي. يعني ايه بتاخد رايي؟ طب رايي في ايه؟ يعني مش فاهمه، تاخد رايي في ايه بالظبط؟ في موضوع الكذب ولا في موضوع هي شخصيا؟ لو عموما انت ايه رايك في الموضوع اللي احنا نروح المهندسين ونلاقي ان الحوار في بولاق؟ لا طبعا، انا لو كنت عارفه انه في بولاق من الاول كان اكرم لنا. لو انا عارفه انه في بولاق عادي هركب مترو اروح بولاق، انما انت اللي هتعيش معاها. انا كل اللي اعرفه عنها وكل معرفتي بيها ان هي واحده كدابه. لا انت مش صريحه، لا انت واحده كدابه وكمان واحده ولا، وده اصلا حاجه امك ست شقيانه.